هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع لاهين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطيعوا من لو يشاء الله وأطعمهم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا بهم ولا يرجعون ومن نعمرهم ننكسوا في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وهلك القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وضللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نفخة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الله وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بخلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك بجوارك وحيادك من كل شيطان مريض بجبار عنيد وذي عين وذي بغو وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جمعنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة واعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء صلي اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وزورنا كما متابع الأعضاء الفاضل بحافة سلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد أشرف
في بدر في الكون أشراقا. Yeah.
Awesome.
أبتدئ الإملاء باسم الذات العليا مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه فلي بحمد موارده سائغة هنيا منتطيا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في المرر الكريمة والجبال أستمح الله تعالى رضواني يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه واستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه انشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاه ويستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله صلوا على معدن الرسائل محمد الطهر محسنا المصطفى حاوي الفضائل في جنة الخلد مسكنا شوقي إلى زينتك
يهيم قلبي ويسجنا بحسنها جميع الفضائل والخال في الخد زينا. صلوا على الله لا ما
فرام
الشارع وأبى. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية صلى الله وسلم واسطته المتقى. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. نسب تعسب العلا بعلاه كاللذتان نجوم الجوزاء. اليتيمة العصماء. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. أكرم به من نسب طهره الله تعالى من صفاح الجاهلية صلى الله عليه وسلم. وأورد الزين العراقي وارده في مورد الغني وعلى حفظ الإله كرامة لمحمد. حفظ الإله كرامة لمحمد. آباءه الأمجاد صونا لاسمه. آباءه الأمجاد صونا لاسمه لاسمه. تركوا صفاح فلم يصبهم معارهم. تركوا صفاح فلم يصبهم عارهم. من آدم وإلى أبيه وأمه. من آدم وإلى أبيه وأمه وأمه. صراط سرى نور النبوة في أسارير غريب البهية. صلى الله عليه وسلم بدره في جبين جده عبد المطلب وبنيه عبد الله. ابسط لنا خير فضلك في بساط راضية. يا دائما لم يزال في جاه خير الورى نسلك طريق السوية. لنا خير فضلك في مساق.
الظفر بشربة هنية فيها الشفاء للعلال نمشي على الخطيئة وللخطأ والزلل
الخطا والزلل والفين صلوا على المختار خير البرية ما فعلوا جوده الهوى Allah.
Yeah.
على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية صلى الله ilipotimia sahihi ya miezi miwili mimba ya mtume baada ya nyingi kauli ikihitilafu kwa watu wenye akili. توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله I'm not.
الشيطاني أن ينزلي عنه صدى. اللهم صل وسلم على القرون يا زمزم كيزك توكانا. صلوا على النبي وكيو أمبا يؤيلو قوة إبن صنقى سانا. من الحضيرة القدسية والإنجيل يسكو إيو يقوز وقوة يمتم جميعي ونواك. صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه. والإنجيل يسكو إيو يقوز وقوة ikatoa anga noro yake bwana wa mabwana ikaangazisha noro hiyo dunia nzima. Twampenda mtume wetu Muhammad aliyepita kwa huyo mbabadi na sayyidina Ali na mtidadi ndio mashujaa. صلى الله عليه وسلم نورا يتنانه سنا. صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام Oh,
على النبي وآله على النبي يا اللهم اهتزت الأخلاق منها في السبايا يا حبيبي Go, go, go.
يا زرقيب تمكم صليعا وتسيسي عجب رحمكم تكيا صلوا على محمد صلي نبتم صلوا على النبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله شكر مجلس مungu سبحانه وتعالى وتوفيق أنكم متبتيا kuanzia mwanzo tulipoanza maulidi ya barzanji mpaka hapa tulipofika alhamdulillah kila mmoja amefurahi kwa namna yake mwenyewe. Wamatari wamefurahia kwa matari, wenye kwenda rama wamefurahia kwa rama, wenye kuimba pia wamefurahia kwa kuimba, na wenye kutuzwa pia wamefurahia kwa kutuzwa. Shukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa taufiki hii ya kuona kwamba tarika mbele iko sawa bado. Ikiwa hawa ndio vijana wanategemewa kesho waishi kwa tarika, basi wazee tunawaambia usiwe na shaka. Tarika iko kwa mikono ambayo kwamba iko safe. Takbir! Allahu Akbar! Kiongozi wa Said. Sallu ala nabi. Allahu Akbar. Hapa inshallah lakini tutajaribu kuchunga wakati kwa sababu tena naona usiku umekuwa mkubwa. Maulidi haya sisi tumeyafanya ni kwa sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala sio kwa sababu ya kuonesha mtu kitu ama chochote. Tumefanya nia yetu ni khalis kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kufurahia katika furaha ya ndugu yetu Ustadh Said Omar Abdullah Ashirazi. Ametuinua siku zote, Allahu Akbar. Siku zote hapa Kenya ufanywa mijadala. Na mara nyingi wazee ndio wanatuwakilisha. Safari alhamdulillah for the first time tumewakilishwa na mtu ambaye kwamba na sisi tunahisi kwamba ala kumbe pia sisi tunaweza. Inshallah tumshukuru ndugu yetu Ustadh Said, na ndio yeye atakuwa wa kwanza kutupatia kalima kwa yale ambayo kwamba atatupangia inshallah, kwa kuwa yeye ndio mgeni rasmi wa hapa kwetu, pamoja na kwamba tuko na bikuli adab na ihtiram tuko na Asayid Muhammad bin Abdullah Al-Haddar na Asayid Taha bin Abdullah bin Muhammad Al-Haddar, inshallah watatumalizia. Kwa hivyo tuanze na Said Sheikh Said Omar Abdullah Shirazi kwa dakika ambapo kwamba yeye mwenyewe ataangalia, kisha baada yake tutampatia al-akh ndugu yetu Ustadh Mahmud Mustafa, na yeye pia amshangilie Ustadh Said kwa sababu Ustadh Said ni mgeni, angalau tupate na mtu mmoja wa Nairobi ambaye kwamba atamsindikiza. Kisha baada ya hapo moja baina ya Habib Muhammad na Habib Taha, mmoja wao atasimama atazungumza, tarjama itafanywa na al-akh Ustadh Hamza Rage, atake asitake sema sijui. Allah Ustadh السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. إن جل ذنبي عن الغفران لي أمل في الله يجعلني في خير معتصم، ألقي رجائي إذا عز المجير على مفرج الكرب في الدارين والغمم، محمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله في نفس وفي نسم، في خلق وفي نسم. بعدكم شكر مولى سبحانه وتعالى لكم تكيا رحمة كبنزي تاكي بنمتومي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في الحقيقة نزنقوم زهابا تيني ندوغي زانغو ناني كبندليا كسبب محلي زنجين لازم تتشنغ هشيما نا وكي تتشنغ هشيما وتحاربيك وكلا محل هابا كنا ندوغي زانغو وكما ميمي ومنشين را wala si kwa sababu kusema hivi labda kwa unasema tawadha, hakuna tawadhu hiyo. Wamenishinda kweli na nyinyi mwalijua hilo,
Na likuwa nimeomba mimi nizungumze kama mdogo wao, kisha na wao wafanya nini? Wazungumze. Lakini mmoja ametilia mkazo, ah wewe bwana unajua wewe umeveshwa koja sijui nini nini. Kaambia sawa nimeveshwa lakini naogopa kusimama nalo, kuna zitu za rekodi hapa. Kisha kirudi nyumbani huko ndio nikuulizwa mbona umeveshwa hii hujaozeshwa wewe? Ana kujibu nini? Itakuwa ni kesi mara mbili. Nyinyi mtalala huko vizuri. Mimi huko itakuwa balaa. Sijui. Naam, lakini alhamdulillah Mwenyezi Mungu atupe furaha hivyo. Kuna al-akh hapa al-Azhari Ustadh Hamza ambao kwamba tumqadir yuko hapa katika vijana wetu ambao kwamba tujifakhiri naye. Alhamdulillah. Liko sitaki kusimama mimi kama yeye hatosimama. Lakini kumbe mimi nimezunguka hivi wameniambia sawa wakapanga panga dili zao yeye na mtu mwanzake wa Nairobi. Lakini sasa inshajua nifunzo. Nifunzo. Kuna Sheikh Mahmoud hapa, kuna Ustadh Ali hapa mudiri, kuna Ustadh Faisal, kuna Ustadh nani rafiki yangu hapa, mzee wangu Ustadh Ali, kuna masafi datele huko, kuna Ustadh Ramishi, kuna nani, nikiendelea atakuwa ni Albadiri, fadhali nikome hapo hapo. Tumemkusanyikia mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo vijana wameamua kusoma Maulidi al-Barzanji hapa, na si mwanzo Maulidi al-Barzanji ufanywa nini? Usomo. Wajua wenye kule Mombasa tunamsemo, twasema wa Mombasa, wewe ukiinuka ukitia fujo watu wasisome barzanji kama kumlazimisha ng'ombe kuvaa handbag. Mbona ng'ombe alivyo mguu wake? Wao watakumlazimisha kuvaa, utajichokesha bure. Barzanji itasomwa kwa sababu ni maulidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ni sifa za mtume. Kisha isitoshe ni vitu ambavyo kwamba vimepokewa katika vitabu vya elimu. Sisi vijana tusidanganyike kusikia mtu ametoa hutuba tu mwenyewe kwa kwenye mimbar. Maneno haya toka wapi? Ni uongo. Wewe ukafanya nini? Ukadanganyika. Uliza mashehe wako tele. Umeona mashehe wakubwa wakubwa zetu, waulize hii imetoka wapi? Atakwambia tu imetoka hapa. Lakini usichukue moja kwa moja. Mashehe zetu hawakukosa akili kuketi miaka yote usoma, hawajui zile zatoka wapi. Hizi ni khitwa. Hizi ni khitwa madrusa. Ni plani zimesomwa hizi. Hawa jamaa tukitaka kuwatoa kabisa, hebu tuwapo kwenye ni mtume katika vifua vao. Leo imeanza barzanji, ikimalizika taenda nini? Sumtu durar. Ikimalizika burda. Ikimalizika sasa watu wajua ida sharia. Ikimalizika zitaenda zote. Plani yao nini? Yani hawa tukiwatoa tu sifa za mtume, basi tutakuwa tushawezo. Na tabaka ni kweli, lakini alhamdulillah hatutoacha kumsifu mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili walitoe kwenye akili yao, barzanji itasoma. Watu wa Nairobi wakwambia hii imeenda, itasoma mpaka mwisho, kwa sababu imepokewa kwa wanazuoni. Albarzanji, wewe ukitaka kutia akili wewe mwenyewe kufikiria tu, sote wanafunzi, hebu fikiria hivi, wamepita wanazuoni wangapi barzanji itungwe mpaka leo? Kumepita wanazuoni wangapi? Tena hawa wanazuoni kwa hadithi tu. Wakiona takata kujua dhaafahu. Kuna wale wanazuoni wetu, tusaje majina. Panao wanazuoni fulani wao hadithi, na ukichunguza kwenye vitabu utakuta kila hadithi inaofungamana na mtume lazima wameidara. Wameketi hukusikia fujo, barzanji ni mwongo, sijui kitabu cha barzanji kina uongo kitupe kwenye dobe la taka. Hukusikia lugha hizo mpaka tumekuja sisi, ati ambao kwamba ni wasomi kuliko hawa mahafidh huko. Sisi ambao kwamba hadithi moja hatujui kwa sanad. Watu hujui kwa sanad, ikiandikwa bila haraka huwezi kusoma. Na ukitolewa makosa wasoma kwa Kiswahili. Haiwezekani. Haiwezekani ndugu wapenzi wa Islam. Hatutaki kuregelea maneno haya, lakini haiwezekani. Maana kisiporegelea vijana wataniambia mbona ukusema? Mimi ndo nitakosa kurudi Mombasa. Fadhali nimalizane nao niseme. Naam, haiwezekani kutokea watu ambao kwamba hawana kima cha kisha walete lugha za hatari, lugha za kukejeli. Huu mfumo huu ulikuwa hakuna bwana. Sisi tukikaa kutoheshimu wanazuoni, basi ujue dini ndio imemalizika. Si uone hati ndio mambo ya akili hayo. Nitakwambia kitu kimoja tu. Huyo barzanji mwenyewe
hiyo nukta ya kwanza tu iliyotajwa huko, hadithi iliyotoka ya Al-Hafidh Abu Nu'aym. Unajua Abu Nu'aym wa karne ya 4. Al-Hafidh Abu Nu'aym, huni Al-Hafidh Sheikh, Al-Imam Al-Hafidh Abu Nu'aym. Ni wa karne ngapi? Bado hadithi zafanya nini? Za kusanya ni katika watu vichwa wa hadithi. Takuliza swali, ile hadithi ulisikia kwanza karne ya 4 pale kuja hivyo, usiwahi kusikia mtu amesimama Abu Nu'aym ni mwongo kwa sababu ameka hadithi fulani kwa kwenye kitabu chake? Ha? Kwa sababu gani? Wanazuoni walikuwa wajua zile elimu. Kama hii hadithi ina daraja fulani, atakwambia hii hadithi ina daraja fulani. Kama ni maudhui, atakwambia hii ni maudhui, hii hadithi ni uongo di maudhui. Kama si maudhui, atakwambia hii ina daraja fulani lakini haitwi uongo. Tuje sisi hapa ambapo kama mustalaha tuzijui, tayari uanze hii uongo, Jafar weye hii uongo. Hii ni maswalih, kila mmoja ana maswalih yake, kila mmoja ana maswalih yake, upiga kelele huko lakini tuangalia mambo kwa undani. Sisi tu tujitahidini kuangalia hawa wanazuoni wetu wanazuoni gani. Al-Imam Jafar al-Barzanji tosha tu kuwa ni mufti, alikuwa mufti wa al-Madina, mufti Shafi'i, alikuwa ni mufti shekhe istoshe takriban miaka 20 tawalla al-ifta, takriban tawalla al-ifta karib miaka 20. Huyu nuke tu prr, bas umhukumu tu katika elimu ambazo kwamba amezisoma, ukitajua tota shangawe kisoma katika tarehe yake taona sarfa hau ilmu al-hadith fiqhi al-mantiq falsafa, kisha utashangaa ukienda mbele kule utasikia uliko ni mkali kujadiliana, yani uliko toa momba yuko leo kumwambia jamaa wamesema hivi, hebu deal nao mwenyewe. Maana katika sifa zake moja alikuwa ni mkali munadhara. Mmoja katika wanazuoni Zabidi amtaja katika alfiyatu sira yake, asema wa minhumul maula az-zakiyul atharu mufti al-madinati ash-sharifu Ja'faru منصوب برزنجة جليل القدر أكرم به من عالم وحبري واتو تجونا ونزواني ومعانا أكرم به من عالم واسم مبربراني كوني مخطبة ومونغو مونغو فكراني أثاريجاني وتكويلتا كتك الإسلام تسيند هيفي دوغزانغوني تسيند هيفي ناتو أومبا بيا tusiendeni kwenye mfumo huu, hatuna wakati huu sahihi. Sahihi wakati huu ni tuangalie tutafanya vipi Uislamu utasongeza mbele. Sahihi tuangalie watoto watainukia vipi katika tarbia ya Kiislamu. Tuangalie wasiokuwa Waislamu wataingia vipi katika Waislamu. Wasiokuwa Waislamu basi watuone sisi kila Jumapili tuko kwenye meza tushindana, tupigana kelele kila Jumapili, watu wataona Uislamu bana amekuwa wako wao kupigana. Kila mmoja asimame katika hadhi yake. Kila mmoja huyu amheshimu huyu, huyu amheshimu huyu, huyu amheshimu huyu. Ushawahi kuona mtu wa tariqa amesimama kusema vitabu vya Ibn Taymiyyah ni uongo, Ibn Taymiyyah ni muongo, vitupe kwenye debe la taka? Nani ashawahi kusikia hutuba hiyo? Ha? Sheikh Hamza. Katika al-kalimu at-tayyib hakuna hadithi maudhui. Ziko, sikia. Ziko tele. Kitabu tauhid, sikia. Ha, mashekhe zetu hao. Ziko tele. Lakini ushakumsikia Ustadh Hamza amesimama kwenye hutuba kule, leo nimekuja na kitabu hichi, huyu jamani muongo. Ushawahi kusikia? Wajua kwa sababu gani? Ameleleka malezi ya kuheshimu wanazuoni. Hapa amenidokeza kitu. Hapa ameniita, ameniambia kitu. Lazima nikitaje. Ujamaa leo ameenda kwenye hutuba ya Ijumaa. Dalili yake kuwa wanyama hawakuzungumza kwa miba mtume, asema yeye baada ya mjadala, mimi nidhani labda baada ile jidali ile nikashi, ataenda kuangalia hapa mimi ni mtupu kitu gani? Nimeaibishwa kwa kitu gani? Sizipati kitu gani? Nimeshindwa kuthibitisha kielimu, uongo uko wapi? Nimesakama kwenye elimu fulani kumbe sijui. Nikajuazi nitapata habari kwa ameenda sehemu naye kupiga goti kufanya nini? Kumbe amerudi Mombasa tafuta paka kuzungumza naye. Haula wala quwwata illa billah. Kumbe amerudi asema dalili ya kwa haya mambo ni uongo. Nimemshika paka, nikamuuliza wewe paka, wajua kama maulidi yaendelea? Si mimi, angalieni bwana. Simeni. Sisi hatuna kusingizia singizia watu bwana. Wewe paka, je, wajua kama maulidi ya soma? Paka amenikodolea macho anijibu, kamuuliza tena, je, wajua maulidi ya soma? Hajibu. Nikamwambia paka wenzako na kuku na samaki sijui nini walizungumza mimba ilipoingia. Wewe huna habari? Watu tena ucheka msikitini, dalili hiyo bwana kielimu.
خلاص. كنا تنا وقاتو كتوتين مفنى مجادلة حكونا. الأخ حمزة كان عنده كتو كموجة أكان عنده كتو يا مسمامة pale kusema haingia kilini. Ujua wallahi kuna mbo mengino kisema wana umeleta faida. Kumbe mtu kupima kwa weni mtupu kweli kwenye vitabu. Haya mambo ni khawarik lilada. Haya mambo yamepita ada. Mambo ambayo yamepita ada ni mambo kinyume chake hayaingi akilini. Sijui kama mnafahamu. Ushaona mtu akizaa pasina mume? Yaingia akilini? Eh? Katika khawarik. Usije kusema mbele zako, aingia akilini bwana. Mwenyezi Mungu katika Qur'an hajasema min baini farthin wa damin labanan. Wewe ushawahi kufikiria hivi damu na choo cha mbuzi ndio toka yale maziwa meupe ingia kilini? Na vitu vingi hivyo vimekuja kwenye Qur'an na vingapi vimekuja katika miujiza ya mtume. Akanidokezea akaniambia kitu kikiwa ni khariq lilada maana yake huwa hakiingia kilini ndio kuitwa khariq. Sasa wao sema mesema jamaa tieni akili haingia kilini utatoa vitu vingi. Labda akili haina akili. Lakini sahihi ni wakati tuangalieni tutasogeza vipi maulidi mbele. Na la ajabu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nikimalizia katika hikma ya Mwenyezi Mungu. Jamani mshawahi kusikia barzanji kitajwa midomoni paka barabarani kama mwaka huu? Ha? Ushawahi kuona t-shirt za barzanji? Ushaona mtu si Muislamu kwa barabarani akwambia ah barzanji? Ushaona? Eh? Mwenyezi Mungu wa idha arada Allah nashra fadilatin ataha laha alisa. Mwenyezi Mungu akitaka kutangaza kitu hupatia ule mdomo wa hasidi. Wewe ushaona mtu amejipanga vizuri wewe unungunika waenda kibaraza ambapo kwamba yule mtu hajulikani kwanza unajua jamaa ana magari ni lakini ndio tabia zake jamaa wote ana magari. Huyu jamaa jifanya amesoma jisikia amesoma kombe wakiondoka pale kombe yule jamaa msomi kama alivyosema yule hasidi wake. Wewe badili kumregesha nyuma kombe umefanya nini? Sasa kuinuka kunini barazanji badili kuregesha nyuma kombe wao wamefanya nini? Lingine la mwisho kimalizia Sheikh Mahmud dakika moja. Ha. Ili unajua ilikoja ndo la kupeleka huu. Sasa la mwisho tukimalizia. Nasikitika sana watu kupanda mimbari kusema watu wa maulidi watu wa michango. Na ili lazima tujibu. Wajua mimi nitasema kitu kimoja. Watu wa tarika wetu watu wa adabu ajabu. Mimi nimefanya mjadala hivi si mtu wa mjadala mimi. Kuna watu wamesoma zaidi yangu. Imeenda ni kadari ya Mungu imepelekwa mimi. Taufika Mwenyezi Mungu imetokea lilotokea watu wakakimbia pale. Sawa? Lakini tutaambia kitu kimoja. Yasikitika sana mtu kusema oh tarika wafanya michango. Wafanya nini? Watarika wajua sema nini? Sema Jaafarul Barzanji amekufa lakini amenufaisha watu paka amekufa. Wewe hujaona mtu atangaza mjadala wa Jaafarul Barzanji kisha ameka namba ya M-Pesa? Ha? Hujaona? Ha? Ile pesa aliyoipata amepata kwa sababu ya nani? Barzanji. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Mshimu huyo mtu sasa. La senti shekhi. كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طولتها السماء محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. شيخ سعيد هو وانجو لكواني واكو ناتنا شوكو حتى سيسي كسكية منينو ياكو ونجي تبحر كو دكيكا مبازو نزيونا نمناسب athari za barzanji hizi. Ndugu zangu, kuna jambo muhimu niliseme kidogo. Huyu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ni wakufananisho na mitume wenzike, wenzake. Sisi tumeletewa kaida, na hii ni daraja kama alivyoeleza Ustaz Said, ni plani imetengenezwa na ina process. Si mtu tu amepurupuka tu akaanza kuzungumza, akaanza kutukana, la. Wanazungumza hata wale wenye mjadala, wanasema attacking is the best weapon. Wewe anza kuattack, umprovoke mtu, mtoe katika mizani, kisha akikosea uanze kuzungumza yale makosa yaliyokuwa pale, kisha uingie katika mlango wako. Na mara nyingine unaambiwa stupid, mtu mpumbavu. Uki argue na yeye kila siku, they will drag you to their level, then they beat you with their experience. Kwa sababu experience yao ni stupidity. Kwa hivyo kisha kuvuta katika daraja ya upumbavu, atakushinda kwa sababu yeye ni Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Ni mtume anafaa, kama ni kufananishwa, afananishwe na mitume wenzake. Na hizi ni elimu ambazo ziko katika siyar. Kuna ilmu shamail, elimu muhimu isomwe. Aangaliwe Mtume Muhammad alikuwa yuwavaa vipi, yuwala vipi, yuwalala vipi. Ini katika shamail. Kisha kuna ilmu alfadail. Ilmu alfadail ndio ilmu ambao kwamba yaboresha baina ya mitume na mitume wenzake. Kisha kuna ilmu dalail, hili ambalo mwalisikia wanatakat, ni katika ilmu dalail. Miongoni mwa dalili zinazodulisha utume wa bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, Mwenyezi Mungu anapozungumza mitume anasema tilka rusulu fadhalna ba'dahum ala ba'd. Mitume wanafananishwa na mitume wenzake. Mitume hawafananishwi na watu wa kawaida. Leo nikisema Ustaz Said alafu nichukue kijana pengine ndio anza alif bete, nikasema maona hawa wawili nani ana elimu, kimantiki nitakuwa namtukana nani? Ustaz Said. Memtusi, sijamweka katika daraja yake. Na hivi ndivyo Mtume Muhammad. Tukitaka kumweleza, tumweleze katika mitume wenzi, wenzake. Pengine tutaje baadhi. Sisi ala al-itlaq, katika aqida ahli sunnati wal jamaa, faqa an-nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Sio maana sisi tumefanya tanqis au taqlil, kuwadharau wale manabii wengine, la. Yule ni nabii, ana falla zake, lakini Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam amemzidi katika falla zingine. Tupige mfano. Sayyiduna Musa alayhi salam, katika muujiza aliyopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anaeleza katika Qur'an al-Karim, wadhrib bi'asaka al-hajar, piga jiwe kwa bakoro lokuwa nayo, lile jiwe litaweza kutoa maji. Ni miujiza. Lakini ukiangalia kwa bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, hususan tunapozungumza zile istidlalat za kutawadha, utakuja kuona bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ilimpitia zama, akauliza maji ya kutawadha, ikawa hakuna mtu ana maji isipokuwa sehemu kidogo sana. Mtume akasema nileteni hayo maji. Mtume akayanyunyiza katika mikono yake na mikono yakaanza kutoa maji. Na ndio kasida tunaosema vilitoa maji vidoleva kama mifereji. Vilitoa maji kama mifereji. Na sisi twasema, unaona sisi na mtume. Sayyidina Musa amefanya miujiza ya kupiga jiwe likatoa maji. Lakini wa inna min alhijarati lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al mawi, yanaweza kupasuka yakatoa
maji ni miujiza, lakini vidole umeona lini vikitoa maji? Kwa hivyo hii inakuwa ni miujiza na fadhila kubwa zaidi ya Sayyidina Musa alayhi salam. Neno lingine nalolizungumza pia, Sayyidina Musa alipiga bahari likapasuka. Akalipasua bahari, wakapita wakati Firaun alipokuwa anawakimbiza na taku wakamata. Ni miujiza. Mtume Muhammad anamzidi bibi Sayyidina Musa. Iktarabat as-sa'a wa shaqqa al-qamar. Hii ni miujiza ya ardhi ya Sayyidina Musa alayhi salam. Mtume Muhammad alipasuliwa nini? Mwezi alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo tukimfananisha Mtume Muhammad, tumpimanishe na mitume wenzake. Tujue sisi daima dawama, Mtume Muhammad hafananishwi na yote. Basharun la kal bashar, ni mwanadamu lakini hafanani na wanadamu wa kawaida. Wewe unaamini kwa mtume alikuwa akitembea hana kivuli? Hivi ndivyo alivyokuwa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Alipoingia katika sala, anawaambia jamaa, tengenezeni safu zenu. Fa inni ara min amami min wara'i kama ara min amami, mimi naona nyuma yangu kama vile ninavyoona mbele yangu. Tengenezeni safu zenu. Nani katika sisi analifanya hivi? Na ndio pale walipokwenda katika safari ya al-Isra wal Mi'raj, walipokutana katika ardhi ya Quds, Masjid al-Aqsa, kila nabii akawa anaeleza fadhila, atahadduthu bin ni'ma wa amma bi ni'mat rabbika fahaddith. Kila mmoja kainuka akawa anaeleza, Sayyidina Ibrahim akaeleza, Sayyidina Musa akaeleza, Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam akaeleza, Sayyidina Ibrahim ambaye ndio baba wa manabii akasema bihadha faddalakum Muhammad. Haya anaeleza Bwana Muhammad alayhi salatu wasalam, basi amewazidi sisi na mtume. Tutamnusuru inshallah kwa hali na mali. Ma takallamtu illa imtithala lil-amr wal majal lisada. Inshallah shamli kama sami ana sayyidi. يقول سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم رضي الله عنه: أربع أوقاتك وقت تفنى فيه نفسك، وأخسر أوقاتك وقت تشهد فيه نفسك وتفنى فيه نفسك. هذا أربع أوقاتك التي تفنى فيه النفس، أربع يعني معك وقت هو أربع أوقاتك تفنى فيه نفسك، وأخسر أوقاتك وقت تشهد فيه نفسك. ما معنى هذا الكلام؟ قال الإمام الشيخ بكر السالم. أنا سيما أنتم يكسميك هابا بعد أن تصليه بنا محمد لكم حميدي من إزمه سبحانه وتعالى كم تالي بنا محمد عليه الصلاة والسلام نبيكا وهيبي بمياسيسي ونا مبانا وكوبو السلف مبانا وكوبو ونزووني وصومي وفوقي كما تلبسكي بهذه هديات أبا الحسن فاضل بن فاضل شيخ التصوف بنا مكوبان وتوتنا فاقوا صورة وتنبونا توجيب أكينا مولا كموجا بقى من فخر الجود نسيم كتيكا مambo mawili hapa nataka msikize kwa mambo mazuri sana. Katika mambo mazuri, mambo mawili. Jambo la kwanza, mahala unapata hasara kubwa zaidi
mahali utakapojiona utaona kama unajijamba au utaona pengine umefanya jambo au kaona umeshuhudia heri ya nafsi yako. Hii ndio daraja ya kwanza ya kuanguka chini. Na daraja ya pili ninazungumza ni mahali utakapoona fadhila za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zimekumilikia. Na arbah al-awqat waqt تفنى فيه نفسك ما معنى هذا الكلام أنت حضرت هذا المجلس مجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الذي أحضرك لتحضر هذا المجلس هل حضرت بنفسك أم أن الله أحضرك إن كنت تشهد نفسك فهذا خسران حتى وأنت في مجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سيك أربع الأوقات زي لن يكاتب زكوبة وفريديك زايدي يوكات تكابو ويكاتشين نفسياك يوكاتشين زايد نفسياك وينا حضور hata kama kwa mfano katika majlis haya ambayo tumehudhuria wewe umeingia na kuhudhuria je unaipelekea asante nafsi yako au unaregesha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utambue kwa ni fadhila miongoni mwa fadhila za Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekutia taufiki kuhudhuria katika kikao kama hichi wal aks sahih man yahdhur fi majlis lahu wa yahdhur fi majlis lahu yanzur hal huwa hadara bi nafsihi am anna Allah ahdarahu ila hadha al majlis alladhi huwa lahu wal ladhi huwa batil فيض يعرف مقدار نفسه في تلك اللحظة عند ربه قال كان يقول صوفيه رضي الله عنه من عطاء الله إن أردت أن تعرف مقامك عنده فانظر في ماذا أقامك نكتك كي يمتشاك فيه كي يمتشاك ويونا بقولنا ما هذا بقوتي يقالي نفسيك وكيونا كامونا يرديش كتك نفسيك بس يجوه نكتك خسالة وكيجوه كيلي نفاوضة نعمة مولا سبحانه وتعالى يقوبة أسجلني دراجة فاتي زبون زي ما قائدة سقندري إن أردت أن تعرف مقامك عنده فانظر بماذا أقامك وكتك كل يوم فضل زمولة سبحانه وتعالى حقه أن لي من زمو سبحانه وتعالى بكل كوابي أقامك في مجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فهو يحبك سبحانه وتعالى أمي قوي لك أتكلم كاوة مصالية بني تنحم بس ينا أقامك في مجلس باطل فهو لا يحبك أمي قوي لك أتكلم كاوة سيتشو بس يمو حقك في كلا الحالتين لا تشهد نفسك لا تشهد إلا من خلق نهاية يوت مميلي إما كتك خيري أما كتك باطل إليك كومي سبحانه في موضع آخر يقول رضي الله عنه أخر الوجود فلاحك في سخطك على نفسك وهلاكك فلاحك في سخطك على نفسك وفلاحك في عدم في رضاك عنها في عدم رضاك عنها يعني هلاكك في رضاك عن نفسك هلاكك في رضاك عن نفسك وفلاحك في سخطك عليها فخر الوجود رضي الله عنه يقول هلاكك في فرح برضاك عن نفسك وفلاحك في سخطك عليها انا سيما فخر الوجود موجه كاتيكا هلاك كاتيكا كوانغاميا كواكو ويكويونا نفسيا na katika halaku kama tetanisi fala na katika kufaulu kwako ni wakati utakapoyangusha nafsi yako mata radita an nafsik fa'lam anna allaha sakhitun 'alayk ukidhiribia nafsi yako ndio Mungu hakupendi amekukasirikia kana yagul hayy Abdul Rahman mashhur radiyallahu anhu law dakhala al faqih al muqaddam min hadha al bab la harabtu min al bab al akhar ukisema huyo bwana mkubwa katika wanazuoni law ataingia faqih al muqaddam katika mlango mtakimbia katika mlango huwa imam waqt radiyallahu anhu Allah yagul hadha al kalam li'annahu ghayr radin 'an nafsihi itlaqan an kwa sababu alikuwa ni mtu akisawasawa wakati huo lakini yaonyesha يعني أو أن كان يكتك حليلة يكتك توابع يقول ابن عطاء الله رحمه رحمه الله في الحكم أصل كل معصية وغفلة رضاك عن نفسك أنا زي ما ابن عطاء الله يسكن بدي أصل كل معصية لغفلك كل نفسك وأصل كل طاعة عدم رضاك عنها أنا أصل كل طاعة نفراد يكون بكبال نفسك من يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت قال كثير من أهل العلم الطاغوت هو الشيطان وبعضهم قال الأصنام وكذهب كثير من أهل العلم المراد في هذه الآية هي النفس أسيما من يزنغ سبحانه وتعالى تكما ميني من يزنغ سبحانه وتعالى ناك كفور الطاغوت بنا بوهودي وسيطة مولا سبحانه وتعالى بعد يوم مفسرين أسيما إلى الطاغوت لنفسياك ويكين باقي نفسياك إذا عرض لم ترضى عن نفسك لم ترى نفسك شيء يقول الشيخ أبو بكر كما سمعنا كلامه قبل قليل يقول المتكبر هو من يرى نفسه خيرا من رجل واحد من المسلمين أسيما أنت وتكبر يرى نفسي أكيد درجة كوكا فقر الوجود أسيما يوتي أتكبر تكبر المتكبر هو من يرى نفسه خيرا من رجل من المسلمين أنت أبو كومبا نتكبر نمتيوتا تكيجيونا يي
أكمدراو موجة كتك وإسلام. إياك أن تحتقر رجلا من عباد الله، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. نحن كلنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونجتمع في بلد الأقلية فيه مسلمة، نقوي أخوتنا في الله، ونحسن الظن في جميع أهل لا إله إلا الله، ونسعى في إدخال الباقين في لا إله إلا الله. نرى بعضهم وكثير من أهل هذه البلد يسكن في جار وجيرانه غير مسلمين أكثر من 20 عام ولم يدعهم ولا مرة واحدة إلى الإسلام. ماذا ستقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن سألك لماذا لم تدعو غيرك إلى هذا الإسلام؟ هذه المائدة الكبيرة، مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نسعى في نشرها. هنا نحن هنمثل راية سادتنا آل أبا علوي رضي الله عنهم، تهذيب الأخلاق وتهذيب النفس قبل كل شيء، واتهام النفس وعدم الرضا عنها. نمشي على هذه الطريق، نتابعهم على هذا الطريق. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم اجعلنا على طريقة هؤلاء الرجال سائرين، لأسرارهم حائزين، لراياتهم حاملين، في بحورهم عائمين، لأسرارهم حائزين ولها باذلين، في خير لطف عافية وألطاف ضارة وخافية. اللهم اجعلنا قرة عين لسيد المرسلين، اللهم اجعلنا قرة عين لسيد المرسلين، اللهم اجعلنا قرة عين لسيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. جزاك الله خير. معك الله. الحمد لله tumekamilisha hafla yetu inshallah. Hapa tutangaze inshallah baadhi ya bishara. Wakati kuna watu bado wako Mombasa, atujue mkosa fea kurudi ama ni vipi, ndugu yetu huko alhamdulillah tushamfanyia hafla, na kuna siri kubwa katika kuwatetea wanazuoni. Ndugu yetu huyu amemtetea Imam Barzanji. Imam Barzanji amezikwa Madina, wiki ijayo atakuwa Madina sallallahu alaihi wasallam. Inshallah Mwenyezi Mungu ampeleke salama. Sallallahu alaihi. Ndugu yetu amepata safari ya umra, ataondoka Jumamosi tarehe 7. Akafanya umra yake, amzuru na mtume na apite kwa Imam Barzanji. Kwa hivyo na wewe kama unayatilia shaka haya, hebu angalia wewe bado uko unazunguka zunguka tu kizungumza na paka, sijui kama sijui umekuwa nani ule, umekuwa Tanzania, sijui umekuwa nani. Wenzetu wanaenda kumzuru mtume sallallahu alaihi wasallam. Inshallah Mwenyezi Mungu atupe kabuli katika mambo yetu. Baadhi ya mambo ambayo kama tunataka kutangaza kwa haraka haraka ni kuna mawalid ambayo kwamba yako karibu, na naona mujtama ni mkubwa, kwa hivyo tukipatiliza itakuwa ni bora zaidi. Kesho kwanza kuna zefe za Isili, na dhani ni baada ya asr, sio baada ya asr, wanaanza istamalizikia Isili High School kama kawaida. Kwa hivyo inshallah tuwe pamoja na wao. Kisha naam, inaanza Masjid Sunna pale karibu na Mary Stops Isili. Pole pole watatembea mpaka Isili High School, zefe za Isili, inshallah tuwe pamoja katika hilo. Kesho pia asubuhi kuna maulidi tauhid na istiqama pale California, inshallah tuwe pamoja. Tarehe 8 kuna maulidi ya Imtiaz Ali hapo town, na vile vile itakuwa kuna maulidi ya Bulbul kama sijakosea. Tarehe 10 itakuwa ni holiday, kuna maulidi ya Makina, msikiti ambao kwa mdomo mkubwa ndani ya Kibra Makina, maulidi yao tarehe 10. Tarehe 14 itakuwa maulidi ya Majengo, ambao kwamba sisi tunapenda kusema kitovu cha tarika Majengo Pomwani, maulidi tarehe 14.
كيشا مسجد مسجد مظهر المعروف انتو براكت تشيلسي تاريخ 29 تكون كنا مولدي مسجد سلام تكون كنا مولدي يا سلام نا منازل ومشيكانا ان شاء الله تاريخ 29 اكتوبر نيوتي منا اليكو سيد محمد alikuwa anasema maulidi akifanywa msikitini usiongoje barua ama uwalishi msikitini maana yake ni ya waislamu maulidi akifanywa uwanjani pia usiongoje uwalishi lakini maulidi akifanywa nyumbani na milango imefungwa kwa hisani yako jipe shughuli kwa hisani yako mpaka uwalikwe tukimaliza hapa asatidha ni wengi vijana ni wengi wa tarika ambao kwamba wamejitokeza kila pembe wamejitokeza hapa kwa hivyo tunatoa shukrani kwa kila ambaye kwamba amekuja ambaye kwamba tulimwalika na kwamba ambaye kwamba alisikia tu na yeye pia akaja tunamwambia shukrani sana jaza yako iko kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo hatuna la ziada hapa kitu tutaomba ni sawa kuna bwana mmoja hapa katika ashiqin ameomba rabi sala kibaiti mbili tu baiti mbili kwa sababu ya kuungana tu ile inshallah na tumtumie kwa simu inshallah kisha baada ya hapo Said Taha atatusomea dua ya barzanji baada ya dua ya barzanji kutaadhiniwa tutakimu swala hapo hapo tutaswali swala ya isha hii tunasema tukiwa live tutaswali swala ya isha isije tukaambiwa sisi usherekee atoswali tutaswali swala ya isha hapa kisha baada ya hapo tutaelezana yatakayofuata inshallah rabbi salanka bi hurma sayyidatana خديجه زوجة المصطفى جلنا شكرا مايك تفضل يقول لنا شيء
وصلي وسلم على سيدنا احمد وعلى سيدنا محمد 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 وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا رفيع الجليل يا كف العبد كفى يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية من يكون له فيها بضائع وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يلقى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الأنام إلى قدرته العيونية من استرشده واستهدى أسألك اللهم بأنوارك القدسية إزاحة ظلمات الشك فيا وتوسل إليك بشرف الذات المحمدية وأنه آخر الأنبياء بسورته وأوله بمعنى في هذه كواكب أمر البرية وسلمت السلامة والنجاة وأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا أنفسهم لله يبتغون فضلا من الله بحملة شريعته للمناكب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال والإخلاص النية بإنجاح لكل من الحاضرين والغائبين خلصنا من عزل الشهوات والأهواء القلبية وحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وفينا كل مدهمة وبلية لا تجعلنا ممن أهوى الله تسر لكل عيب منا عيبه وعيسى وعيا تسهل لنا من صالح الأعمال ما عز الله وتدني لنا من حسن يقين وطوفا دانية جلية تمحو عنا كل ذنب جلينا وعم جمعنا هذا من خزائن منحك السرية رحمة ومغفرة وتديم عما سواك غنى اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا ولكل راج ما أمله فيك ورجا وقد سألناك راجينا مواجبك اللدنية حقق لنا ما منك رجونا اللهم أمن الرعاة وأصلح الرعاة والرعية أعظم أجر لمن جعل هذا الخير في هذه الليلة وأجرا اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين آمنة رخية اسقنا غيثا يعم ثياب سيفه السبسم والربا واغفر لنا سجاره البرود المحبرة المولدية جعفر من إلى البرزنج نسبته ومنتمى حقق له البوز بقربته والرجاء والأمنية جعلنا عن مقربين مقيله وسفنا واستر له عيبه وعجزه وحصره وعيا لكاتبها وكاتبها ومن أساق إليها سمعه وبصرا اللهم صلي اللهم وصلي وسلم على أول كافر يتجلي من الحقيقة الكلية على آله وصحبه ونصره ووالاه ما شنفت الآذان من وصفه الدري بأدراط جوهرية جعلنا صدور محافل منفذ بعقود عبلا وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبي الصلاة والسلام عليك يا أرسلك الله رحمة للعالمين وعلى آلك الأكرمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الفاتحة. Tumeambiwa hapa tushukuru upande wa chaneli yetu ya Majma al-Ahbar. Alhamdulillah, nasikia kumewaka huko. Baya. Comments zimewaka. Leo viewership nasikia mashallah, mashallah, mashallah. Ni wazaji wewe sisi. Wazaji mashallah. Tunashukuru kila mmoja kwa kwamba amefuatilia, kwa kuhudhuria, lakini wale walikuwa live inshallah Mwenyezi Mungu awapatie matunda yao inshallah na kila la heri.